لو حب يروح مش مشكل. صحيح. أنا إيش نحكو الفئة دي؟ أنا نحكو الفئة تاع ناس بزاف ما همش حابين يروحوا وهما متميزين حابين يبقوا في البلاد يخدموها. نورمالمون المجتمع يدير زوج حوايج، يا إما ما يتالبهمش يخليهم طرونكيل يا سيدي لا ما قدرش كاع يخليهم طرونكيل. ما تقعدوش تضغطوا عليهم روحوا 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 وين تلاقوا، لأنه كنت تمارسوا عليهم قهر أو كنت تمارسوا عليهم إبهاض أو كنت تمارسوا عليهم ضغط نفسي واجتماعي، وبعد في لحظة من اللحظات يقدر يروح وإلا ما راحش ينعزل يولي يهرب يهرب من الجو هذا، يقول لك أنا كرهت أنا دايما الناس حاطيني هكذا ودايرين الضغط عليا. الأصل وشنو هو في المجتمع؟ المجتمع اللي يكون فاطن يكون ذكي وعلى باله باللي عنده مشكل وش يدير؟ يشجعهم باش يبقاو ماشي يشجعهم باش يروحوا، يشجعهم باش يبقاو على خاطر هما إلا ما داوش حاجة ماتيريال يقدروا يدوها مورال. ناس بزاف راهم بدراهمهم اليوم سيدي زاشي مليارده عندهم كلش، واش خصو تقدير حوس على التقدير. ناس بزاف راهم عايشين في لاترونجي، لو كان يلقى فرصة تاع تقدير في الجزائر يجي يجري. إيه والضغط هو من يريد من هؤلاء الرحيل لينتقم من السلطة. وهذا تسمى هذه شغل عدوانية، هذا شغل انتقام وخلاص. ماشي ما يخدمش الوطن، ما يخدمش البلاد. تقول له روح ما تقول ها وراح ها وها جر ها وكذا، أنت اللي دفعتوا لهذاك الشيء. يقول لك هامني كامل الناس كاع هربوا. بصح حنا رانا نضغطوا عليهم، حنا رانا نقولوا لهم كيفاش أنت تربي وليدك من الصغر تربيه تعلم لونجلي باش يهرب ليترونجي. أتصور كاين جامعات ما نحكيش جامعات قالوا لهم ديروا فورماسيون اونغلي. صحيح. انا هادي نعرفها ديروا تقراوا اونغلي، راحوا يقراوا اونغلي. اساتذه ما حبوش يقراوا اونغلي، كي راحوا يديروا معاهم اجتماعات باش يقنعوهم باللي تقراوا اونغلي ما جيوش قولهم مسؤولين. قالوا لهم بصح انتم واش خسرتوا؟ ما خسرتوا والو، غدوه كي تعلم اونغلي تقدر تهرب بها طرونجي تحطها في السي في تاعك تهرب بها لي طرونجي تقري بها في الخالي تدخل بها في لي طرونجي.